يكتشف الزوار هنا في تجربة فريدة كيف تتم عملية تربية النحل. منتجات متنوعة وطبيعية تعرض ضمن المعرض التخصصي لمنتجات العسل في دار الأسد للثقافة باللاذقية بمشاركة عشرات النحالين بالتعاون مع مديرية الزراعة واتحاد النحالين العرب. نحن منشأتنا معرض القابقلي لمنتجات النحل عسل، وبالإضافة لأجهزة قمنا بتصميمها كنا نستوردها من برا، طبعا استيراد مكلف وأسعار كبيرة كتير، فحاولنا نحن نصممها مجهود محلي وطلع معنا الحمد لله بعض الشغلات كويسة بتخدم النحالين لأخو النحالين بشكل عام. وصل لي شيء حوالي 15 سنة 20 سنة تقريبا بشتغل بهالمهنة. منتج تقريبا معظم أنواع العسل المتوفرة بالمراعي المتوفرة بمحافظة اللاذقية بالإضافة لمحافظة حما وحمص. عندنا خلايا نحل وعندنا منتجات النحل من عسل، شمع، عكبر، مواد طبيعية تانية كمان نشتغل فيها، دبس الرمان، ماء زهر، يعني منتجات بتعرف أنت بيعرفي وهالأمور هاي. عندنا النحل، النحل هجائن، وعندنا منتجات عسل، حمضيات، شوكيات، جبلة ويانسو. وعلى هامش المعرض تقام مجموعة من الندوات التوعوية للحفاظ على صحة النحل من الأمراض. بالمعارض والندوات نعرف بأهمية النحل العسل وبالمنتجات الستة، هي العسل الغذاء الملكي، حبوب الطلع، العكبر، شمع النحل إلى آخره. هذه المنتجات لها أهمية غذائية وطبية، تتيح لنا هكذا معارض وندوات بتعريف الناس ونشر ثقافة استهلاك من منتجات النحل وأيضا تربية النحل. تربية النحل من القطاعات الإنتاجية الهامة والتي تلعب دورا كبيرا في تحقيق عوائد اقتصادية ومادية تشجع المربين على زيادة الإنتاج وتسويقه عبر التشاركية مع مؤسسات القطاع العام. لأخبار السورية، أحمد قاسم، اللاذقية.